هكذا. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يعني فهو معلوم لله جل وعلا، ويحاسبكم يجزيكم على حسنه وعلى سيئه، يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يغفر لمن يشاء فضلا ويعذب من يشاء عدلا، والله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. طيب الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا الآية هذه هم مؤمنون بمضمونها، لكن ورد عليهم إشكال إنه الشيطان أحيانا يأتي الإنسان فيوسل في صدره، من خلقك؟ قل الله. من خلق كذا السماوات؟ الله. من خلق كذا الأرض؟ الله. من خلق الجبال؟ الله. من خلق كذا؟ الله. الله. فيحتال عليه يقول من خلق الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بلغ ذلك فليقل آمنت بالله ورسله، فليقل الله خالق كل شيء. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا هذه خواطر ووساوس تخطر هذه وغيرها من الشيطان حتى في الصلاة، فيشغلنا الشيطان في الصلاة، هل نؤاخذ بأمر لا نملكه؟ فالجواب إن هذا الأمر الذي لا تملكه تشاغل عنه، وإن كان مما لا يليق وما هو باطل فسلم لله عز وجل، آمنت بالله ورسله، الله خالق كل شيء. هكذا إن كان من وساوس تشغلك عن الصلاة انشغل عنها بتدبر ما تقرأ وما تدعو به وما تثني على الله عز وجل به، لا تتشاغل بهذا، انشغل بما شرع الله لك، تجاهل هذه الخواطر الشيطانية. ولو غلبك الشيطان اتفل عن يسارك إذا كان ما بجنبك أحد، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هكذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولذلك عند قراءتنا للقرآن أول شيء نقول أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم من همزه ولمزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، احتياطا من الشيطان. ولو ورد عليك نفس الشيء تستعين، وما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله نفس العليم. فلذلك هم جاءوا قال يا رسول الله تأتينا خواطر في نفوسنا إن أحدنا لأن يخر من السماء إلى الأرض، يموت لو خر من السماء طاح من السماء، أهون عليه من أن يتكلم به. خواطر أحيانا تكون وساوس كفرية شيطانية. فقال أو قد وجدتموه؟ الله أكبر، ذاك صريح الإيمان، يعني امتناعكم عن التحدث به دليل على إيمانكم. في رواية قال الحمد لله الذي رد كيده كيد الشيطان إلى الوسوسة، في رواية قال يقول أحدكم آمنت بالله ورسله، قال لا تقولوا كذا، يعني لا تعترضون على كلام الله جل وعلا، هذا ما نطيقه، قولوا آمنا بالله. أتريدون أن تقول كما قال أهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا ولك المصير. فتقبلوا هذا التوجيه الكريم من النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين به مسلمين به لله مرتبطين هداهم الله لمعالجة هذا الشيء والموقف منه، وأن يقولوا ما يرضي الله عز وجل سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا ولك المصير. فلما قالوها ورددوها قرأوا الآية لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، ولم يصير في صدورهم حكة ولا حسحسة ولا وسوسة ولا شيء، سلموا لله واغتبطوا واطمأنوا واستسلموا لله جل وعلا. أنزل الله تعالى مثنى عليهم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.